بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2024، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. بدأت الآن محافظات جديدة في الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني أو الترم الثاني لهذا العام 2024، بعد أن ظهرت في محافظة بورسعيد ومحافظة وادي الجديد. الآن محافظات عديدة تعلن عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني. طيب إزاي بقى أقدر أجيب النتيجة للمحافظات اللي ظهرت، وهقول لكم برضو إزاي تجيب النتيجة بتاعتك لباقي المحافظات. كل اللي عليك هتدخل على الرابط الموقع الموجود قدامك حاليا، وهو موقع نتيجة دوت نت. الموقع ده للأمانة بيظهر النتيجة حتى قبل الموقع اللي هو خاص بيعتبر مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة بتاعتك وعن تجربة. طيب ازاي بقى اقدر اجيب النتيجه بتاعتي؟ كل اللي عليك لو انت محافظه اسيوط تضغط على الرابط ده، لو انت اسيوط تضغط على هذا التبويب، لو انت محافظه الاقصر، لو انت محافظه الغربيه او الفيوم او القاهره، هنزل تحت كده هتلاقي باقي المحافظات مثل محافظه القليوبيه، محافظه قنا، محافظه كفر الشيخ، محافظه مطروح، محافظه البحر الاحمر، محافظة المنوفية، محافظة المنيا، محافظة الوادي الجديد. عندك كل المحافظات موجودة هنا. وليكن مثلا أنا هضغط أجيب نتيجة محافظة الوادي الجديد، أضغط هنا هيبدأ يدخل لي على الموقع بالشكل ده كده. كل اللي عليك هتبدأ تنزل لحد ما تجي في المنطقة دي. لو أنت عايز تجيب النتيجة بالاسم بضغط هنا وأكتب اسم يعتبر الطالب اللي انا عايز اجيب النتيجه بتاعته. طبعا انا من محافظه الفيوم، ما معيش اي ارقام من محافظه او طلاب محافظه الوادي الجديد. انت لو عايز تبحث بالاسم ابدا اضغط على اسم واكتب اسمك هنا، وليكن مثلا اسم احمد محمد، ابدا اكتب عادي هيكتب معاك. وبعد ما تكتب الاسم هتضغط على علامه السيرش ديت، هيجيب النتيجه بتاعتك بكل سهوله وبكل بساطه. وبكده يكون عرفنا ازاي اقدر اجيب نتيجه الشهاده الاعداديه لجميع محافظات الجمهوريه. عايز تجيب محافظة جديدة أو نتيجة جديدة بتنزل تحت وتبدأ تضغط على نتيجة جديدة، هتلاقيها موجودة هنا أو تلاقيها موجودة تحت علامة البحث. طبعا دي بتظهر لك بعد يعتبر ما تبحث. لو عايز أجيب مثلا الشاشة الرئيسية بضغط هنا عشان يجيب لي يعتبر كل النتائج، أو أضغط على نتيجة نوت عشان يجيب لي الصفحة الرئيسية واختار منها باقي المحافظات. وبكده يكون عرفنا ازاي اجيب نتيجة الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات. دمتم في امان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.